المكرونه، نعمل مكرونه سباجيتي مع الفراخ بصوص الليمون تجنن. ايه المقادير؟ عندي المكرونه السباجيتي المسلوقه، صدور الفراخ المخليه متقطعه مكعبات، عندي كمان ثوم، ملح وفلفل، والبهارات بتاعتنا البابريكا، اوريجانو، روزميري وزعتر، والملح والفلفل طبعا، وعندي كمان الفلفل الاخضر السبايسي، عندنا الليمون البلدي وزيت الزيتون والنعناع والزبده، ميه البصل والكريمه. تعالوا بقى نشوف اول حاجه عايزه اعملها هي تتبيل الفراخ. تعالوا نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. هجيب مكعبات الايه، الصدور او الوراك طبعا زي ما بتحبوا، انا هنا مختاره الصدور كده، وهحط عليها ميه البصل، وممكن بصل مبشور يعني مش لازم بس ميه البصل. اوكي، هاجي هحط هنا بابريكا، شويه روزميري، انا هشيل شويه عشان لما نيجي نعمل الصوص كمان يجي معايا، وايه اهو الاعشاب بتاعتنا الحلوه، وبعدين ملح وفلفل. وهنقلبها كويس قوي. طبعا انا بعمل معاكم دايما التتبيله علشان تشوفوا التتبيله ومقاديرها، بس لو تعملوها وتسيبوها من بالليل او نعملها قبلها بثلاث ساعات هتلاقوا الفرق، الطعم يجنن. اهو الفراخ كمان لما بتبقى متتبيله كده بتبقى خطيره. يلا هحط هنا زيت، وانا مسخنه النار بتاعتي، وهنزل بالفراخ. يلا كده زي ما احنا شايفين مع بعض. تعالوا بقى هنا هجيب الليمون وهبدأ أقسمه. عايزين نعمل مكرونة بصوص الليمون تكون مختلفة، لذيذة وحلوة، سهلة وفي نفس الوقت سريعة، بس الفراخ هتستوي وبعدين على طول هنبدأ ان انا اخلط كله مع بعضه. دلوقتي بنقطع الليمون مع بعض اهو، وبعدين عايزة اقطع النعناع. تعالوا كده نشوف النار عندنا سخنت شوية ولا لسه، ونقلب هنا الفراخ. طبعا الفراخ بقى ما فيهاش ايه هزار، لازم تستوي كويس قوي. تسوية الفراخ ما فيش ميديم ويل بقى ولا نص نص ولا كده، لا لازم تكون مستوية كويس قوي. اقلبها على الناحية كده التانية، تاخد بقية السوى. ايوه كده نقطعها رفيع شوية، ما تبقاش مكعبات تخين. اوكي تعالوا بقى هنا كده خلاص اشيل ده، هاجي هنا كده نجيب بقى الزبدة بتاعتنا ونبدأ نعمل الصوص الطعم بتاعنا بتاع الليمون. نحط الزبدة، بيكون ايه باتر ليمون كده صوص اهو، صوص الليمون مع الزبدة. يلا بينا نجيب الثوم، وشوح الفلفل السبايسي، وهنحط ملح وفلفل. وهعصر الليمون. نشوف يلا. يلا بينا.
عايزين ايه الليمون نحس بيه في نفس الوقت ما يبقاش مر، فالكمية بتكون ايه محسوبة. اوكي ايوه كده، يلا بينا يلا بينا. هاجي بقى كده هجيب البهارات بتاعتنا، هحط شوية من البابريكا، وهاجي بقى الأعشاب. الأعشاب بقى بتوديلي الأكلة بتاعتي في حتة تانية زي ما اتفقنا. مكرونات كمان بالزيت لما بنحط عليها الأعشاب بتديني طعم فظيع، أوريجانو وروزميري وزعتر بيبقى تحفة. أهو كده، تعالوا بقى نجيب الكريمة وننزل بالكريمة بتاعتنا. هجيب النعناع اللي احنا قطعناه مع بعض هنحطه. يلا تعالوا بقى نشوف الفراخ. اهو الفراخ برضو عندي خلاص قربت على السوا. لما نحطهم كلهم مع بعض مش عايزه اقول لكم الجمال والحلاوه. بصوا بقى حطينا الصوص الليمون مع الزبده والكريمه والفراخ، بصوا اهم واخدوا غلوه مع بعض. هنزل المكرونه السباجيتي بتاعتي عليهم علشان التقديم. اهو المكرونه بتتحط على التقديم على طول، اوكي ما تحطهاش من بدري علشان ما تعجنش معاكم. المكرونه بتستوي في الميه 7 دقايق فقط علشان تطلع حلوه ومش مهريه. اهو يلا بينا جاهزين. يلا يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. تعالوا بقى نجيب الشوكه ونظبط التقديمه بتاعتنا. يلا بينا شوفوا بقى شوفوا. هجيب هنا زيت الزيتون وايه بنديها رشة كده بسيطة بتدي طعم يجنن. اهو كده والنعناع في الوش كده.